مع النصائح اليومية ونتكلم النهاردة على فكرة كانت منتشرة بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة، ودي كانت على فكرة حسب أبحاث برضو قديمة، ولكن الأبحاث الجديدة زي ما يكون إيه جت نسفت الفكرة بتاعت إنه السكر بيعلي المود وبيحسن المزاج. طب إيه بقى عكس الكلام ده تماما في الأبحاث الجديدة، ولذلك خلونا نتوقف مع الموضوع ده. هو السكر بيعلي المود ولا ممكن ان هو يسبب اكتئاب وقلق وهكذا من الامراض اللي بتصاحب يعني السكر؟ خلونا نعرف المزيد من دكتور نهله عبد الوهاب. دكتور نهله عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعه والتغذيه الحيويه، ضيفتنا عبر الهاتف. اهلا بيك يا دكتور نهله. اهلا اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ صباح الفل عليكي. صباح الفل عليكي وصباح الاثنين نصدق على مصر كلها. اي من الدراسات اللي مع السكر ولا ضد السكر؟ لا ضد السكر طبعا، انا اللي ضد السكر دايما على طول الخط. يعني هي بتعمل اكتئاب مرتين مش مره واحده، يعني ممكن هو يسعد وهو بياكل الحاجه اللي بيحبها في الوقت اللي يعني شعور وقتي وقتي حالا ان هو اختار حاجه كويسه، وبعدين بعد كده بيبتدي يحصل ان هو لما بيلاقيهاش يتضايق جدا ويتنرفز. هضرب لك مثل بسيط قوي. ان الناس لما بتبقى في رمضان في بعض الناس بتبقى متضايقه قوي ومتنرفزه اول يوم، مش المدخنين بس، الناس اللي بتبتدي يحصل لها دروب في انها كانت بتاكل سكر كتير قوي 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 وفجاه صامت، فتلاقيها متنرفزه ومزاجها متلخبط ومتضايقه جدا ومش قادره تكلم حد وتبعت لها هم الصيام. يعني عارفه الاكس لارج، الفنان الكبير احمد حلمي. ايوه بالظبط كده. فهو احنا طبعا هي بيكتئب مرتين، مره ان هو ما بياخدش، يعني هيبتدي يجيله مرض السكر، فانت ما تاخدش الاكل ده وتاكل بالطريقه ديت، المفروض تعيش كويس عشان خاطر السكر بتاعك يتحسن. وفي حاجه كويسه ومبشره ان هو لما بيبتدي يتعالج ويغير اللايف ستايل بتاعه وياخد علاج السكر، ما بيحصلوش اكتئاب، ما بيحصلوش زعل، ما بيبقاش متضايق، بيبتدي يتعود على السكر بتاعه. ممكن يدخل له حاجات تانية خالص غير السكر تتحسن المود بتاعه. زي ايه؟ احنا عندنا الفواكه الجميلة كلها، يعني طبعا مش بكميات بس بالمعقول كويس. يعني عندك الجوافة فيها فيتامين سي تحسن المود وفيها سكريات معقولة، طبعا مش بكميات كبيرة، لان احنا برضو في بعض الخبراء قال ان السكر فركتوز على الران برضو ممكن يضر الكلب. لكن المعقول كويس عشان انت تحافظي على سكر الدم معقول. يعني مثلا لو كلت تمرايه في اليوم، انت التمره بيرفع مستوى السكر بس بيعمل حاجه زي بلاتو، يعني ايه بيرفعه ويخليه ثابت عند المستوى ده، فما بس برضو في المعقول ولا ممكن ندوس في التمر شويه؟ يعني الناس لا تقول لا لا لك ايه المعقول تمر واحده، وعسل ما فيش مشكله منهم، لا لكن خالص، لا مش اي حاجه كده اسمها كده. خاصه انا عايزه اقول لحضرتك، حتى لو قلنا الميه شربها مفيد، ما تشربش ميه ده في كتير قوي تسمم قوي عشان ميه اصلا احساسك. بيحصل. برافو عليكي، برافو عليكي، بالظبط كده، بالظبط كده. فاحنا المعقول كويس في كل حاجه، لا افراط ولا تفريط زي دي لما بتقول لنا. بس عشان نوضح النقطه دي للساده المشاهدين عشان ما حدش يقلق، ده بيحصل في حاله ان احنا زودنا الكميه زياده عن اللزوم اللي هو بالظبط كده، المعدل المطلوب. وارجو ان حضرتك بتشربي كميه تتفضلي بيه كبيره للساده ومره المشاهدين. واحده، نعم بتفضلي تشربي كميه كبيره قوي 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 مره واحده، فبيحصل اختلال في الالكترولايتس الموجوده في الجسم. هي دي المشكله، يعني او يشرب مره واحده كميه مهوله. الميه كوبايه كل ساعه زي الفل، بتساعدنا في التمثيل الغذائي وبتساعد الجسم يكون حيويه، وقلنا قبل كده انها فيلر وبوتوكس جميل قوي. الله، دي وصفه حلوه قوي. طب في فيلرز، فيلرز وبوتوكس تاني، وهل السكريات تضر بالموضوع ده؟ تعجز طبعا، بجد؟ تعجز طبعا، طبعا. شوفي حد بياكل سكريات كتير وحد ما بياكلش، هتلاقي الفرق في السن منظر 10 سنين تقريبا. معقول للدرجه دي؟ طبعا بس طبعا يا دكتور طبعا. لو احنا رحنا، يعني حضرتك برضو تطرقتي في كلامك في البداية لمرضى السكر، لكن في ناس عادية اصلا تحسي انه هم واخدين على المذاق المسكر، يعني يقول لك ايه انا سكري عالي شوي، مش هتلاقيهم مرضى السكر، بيهتموا لكن بكده انا بقى. بحب اخد الحاجة اللي مذاقها مسكر. احنا نحاول نوازن ازاي في الموضوع ده؟ بلا موقوته، يعني مثلا انا لو باخد شخصيه، في ناس حضرتك بتبقى نص الكوبايه سكر، يبقى طبعا يعني انا ببقى دي حاسه ان مربى هو مش بيبقى مربى، بالظبط يشرب مربى، انا بحس ان هو بيأذي نفسه جدا. يعني هقول لحضرتك هتيجي هي اثر تراكمي، مش النهارده باخد سكر كتير بكره هبقى كده، مع مرور الوقت بيبقى يحصل له التهابات، بيحصل له سكر من النوع الثاني. فالحل ان هو مثلا انا لو باخد معلقتين ابتدي اخد معلقه ونص، معلقه،
بعد كده نص معلقة. يعني يحاول يقلله بالتدريج مش كده؟ بالظبط طب بس يا بالظبط دكتور في ناس تقول لك ايه، انا باخد سكر زي ما انا عايز عشان انا ببذل مجهود كتير فبحرق، او ان انا على طول بلعب رياضة فمفيش مشكلة ان انا اخد سكر زي ما انا عايز، الناس اللي هي بتعمل الشاي مربى دي. اقول له ان انت كل معلقة سكر بتأخر مناعتك ساعة. يا خبر يا دكتور. نهله معانا؟ ايوه انا معاكي يا حبيبتي، انا معاكي. فحضرتك فكل بتقولي ان هي يعني بتأخر المناعة المناعة ساعة. ساعة. بالظبط. وفي نفس الوقت كمان مع مرور الوقت بتزود شكل السن، يعني بالنسبة للستات اللي بيحبوا انه يبقى شكلهم حلو طبعا بتأخر، بتخلي شكلهم فيه علامات الشيخوخة، بتظهر بصورة مبكرة طبعا، بتبتدي يحصل ده في اعراض ناس السمنة. بتحط السكر على الماسكات على يعني كموضعي، ده برضو لا دي مضر؟ مش مشكلة، لا دي ما مش فيهوش مشكلة. مشكلة. انا هقول لحضرتك حاجة، ليه سكاب ماسك او الكلام ده بالقرفة، بس هو في ناس بيحصل لها ممكن تعمل بالقرفة، ممكن تحسس. تعمل بالبن، ممكن تعمل تحسس لبعض الناس، لو عملت حساسية مفيش داعي. يعني برضو ساعات الناس بتجرب اي حاجة كده موجودة على السوشيال ميديا، لكن بدائل السكر بقى يا دكتور، يعني يقول لك ايه اللي هي الحاجات الحبوب اللي بتباع دي، فمش يعني مش فكرة ان حد يسوق ليها، بس الفكرة كلها برضو هل هي مفيدة في ولا لا. سكر الستيفيا، ده مش اعلان، هو اسمه من نبات الستيفيا، ده لطيف قوي قوي. ولو انت لو ايه انا بفضل استغنى عنه على قد ما نقدر، ما نقدرش نستغنى. سكر الستيفيا جميل قوي دلوقتي، في بس حاجات ده كتير قوي ملوش منتجات. أعراض جانبية يا دكتور؟ لا لا لا، لغايه دلوقتي، لغايه اللي بقى لحد الناس دلوقتي. مصنع اللي هو نبات مش بيضر، بس انا برضو خليه بالمعقول. يعني انا شايفه ان احنا لو عودنا نفسنا على موضوع اللي هو ان انا نقلل نص معلقه نص معلقه، ده افضل بكتير قوي. ولو ما نيجي بقى لو حبينا مثلا نستعمل حاجه عليها سكر كتير، مش هنستعمل كتير، هيبقى حساسيتنا للسكر اكتر. دكتور نهال يعني عبد الوهاب انا بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات دي، استشاري البكتيريا والمناعه والتغذيه الحيويه، نورتينا يا دكتور نهله، شكرا جزيلا ليكي.